تسب العراقيين وقاعدين من اول تقول وجهك زي الطاوة وجهك كانك صومالية وجهك كانك من عارف ايش. اول حاجة الوجه خلقة الله، تمام؟ هي ما خلقت نفسها، وجهها خلقة الله، هذه ما هي خلقة نفسها، مو هي خلقة نفسها. ثاني حاجة، تمام، هي ما سبتكم، هي قالت وجهة نظرها، مو شرط وجهة نظرها تعجبكم. ممكن الناس تتفق معاه، ممكن الناس تختلف معاه، في ان هذه وجهة نظر، صحيح. يعني شوفوا قوتها هي كشخص واحد، تمام، رفع ضغط 430 شخص. اي والله، الله يسعدك يا رب. مرة هذه صدق عشان ما تظلموني، انتم بشعات بنات العراق، انتم بشعات كلكم، من راسكم لرجلكم عمليات تجميل. المرة هذه انشروا الفيديو حقيقي، طيب، وقولوا اني انا تكلمت حقيقي عشان ما تظلموني. انتم بشعات وغير محترمات، انتم ما تحترمون الناس، الناس تحترمكم وتتجنبكم، انتم ما عندكم احترام، ما عندكم لباقه، تجرون ورا المشاهدات جري. حياتك واحده دا تحكي على العراقيات، فانا ايش قلت لواحد من اللي دازيري، قلت لهم بليز بس دزوا لي الفيديو، هم على مود اتاكد وهم على مود اشوف البنية هذه، وشوف ليش هي دا تقول عن البنات العراقيات قبيحات. فأنا ايش قلت اوكي، انا راح اشوف الفيديو، اذا هي البنية جميلة ما راح
أحكي ولا راح أرد نهائيا لأنه عيب فشلة يعني. فمن وصلني الفيديو تخيلوا ما ترددت إنه أني أصور هذا الفيديو. نجوى إنجليزية قالت للأديب هنري، قالت له طبعا هو فرنسي، قالت له هاي فد موضوع جدا مزعج انه اني مدى اقدر ابقي اظافري نظيفه هنا بفرنسا. فجاوبها قالها ايه طبعا هالقد ما تحكين. وصلت مو؟ فليش دا تحكين حبيبتي؟ البنيه العراقيه حتى هي وعدها شوارب احلى منك بيوم عرسك. طبعا انا ما احب انتقد بس نزلت هذا الفيديو لان بالاونه الاخير اكو هوايه لايفات تطلع من كل دول العالم، سواء كان شخصيات معروفه او شخصيات اعتياديه. اي شيء دا يصير يريد الطش لازم يسب العراق ويشتم العراق. نتمنى من كل الدول العالم تعوف العراق بحالها، احنا نحكم والله العظيم ما عندنا اي اساءه او ما عندنا اي شيء اتجاه اي دوله وما لنا علاقه باي سياسه دوله. تاج راسكم انا خلاص سارة ما بلعهم. حابه اقول للعالم كبروا راسكم، انا ما لي دخل. اهل النفاق والشقاق اوكي وهم اهل العراق وعساهم حياتهم واسوأ ان شاء الله. وين ماكو دوك بن دوك وحظينه بن حظينه وترشف وتتشه قام يسيل العراق ويجيب طار العراقيين. والله لو ما السياسيين والاحزاب اللي رجعوا العراق قر اللي ورا فلا انتو امثالك يقدر يجيبنا بشعره وحده. دا يلا بالله هسه هاي شحط الاسانيه وطيب كيتشب مطعمات مال اندومي ادري بهارات ما جدر يعني خاف اسكت يقولون لي سكتت اذا احكي يقولون هذا تنمر جاي التعيب على البشرة السوداء. طبعا جل الاحترام لاخوتي وناسي اللي بشرتهم سوداء جل احترام لكم، لكن انا من راح احكي راح احكي بس على هاي البنيه فقط لان جاي السي على النساء العراقيات. بلا زحمه ممكن تبدي لبوزك ادري تعيبين على نسواننا دكف روحك يا صافيا لورين يا كيم كارديشن عين. الله سبحانه وتعالى ينصر كل مظلوم. انا واثقه ومتاكده وعارفه نفسي انا نزلت الفيديو لمين وعارفة أنا قلت أنتوا بشعات وغير محترمات وتجروا وراء المشاهدات. أنا عارفة قلت هذا الكلام لمين؟ أنا قلته للناس اللي في التيك توك اللي بيسرقوا فيديوهاتي وينشروها ويركبوا عليها كلام وسب ويتهموني بيه عشان إثارة الجدل والمشاكل، مع العلم أنه وضحت 20,000 مرة برضو ما في فايدة. لكن بقول كلمة واحدة، أول شيء أنا أعتذر من كل العراقيين، مع أنه المفروض ما أعتذر لأنه ما لي ذنب، هم اللي أخذوا الفيديوهات نشروها في مواقع ثانية، ولكن لأنه في ناس محترمة عراقيين كثير دخلوا وكلموني أنا أعتذر من كل عراقي وعراقية محترمة، ولا أعتذر من أي إنسان سرق فيديو عشان يثير الجدل ويعمل مشاكل. والله لا يوفق أي إنسان يأخذ فيديو ويقصه عشان يعمل مشكلة، الله لا يوفقه. بنية بالبث المباشر حجت على العراق، تدري بيها؟ دريت بها وسمعت بهذا الشيء واكو من رداها. اكو ردوا عليها يعني انت شو تقول؟ اكو ردوا عليها بصوره صحيحه؟ اكيد ردوا عليها بصوره صحيحه وما نريد نحكي بهذا الموضوع لان هذا مو موضوع انا ندخل بسين وجين وهذا حكي وهذا. تعرف انت العراق اكبر من اي واحد، اكبر من كل المسميات. والله صحيح. فاللي دائما انا ليش اخذ رايك؟ لان انت يعني الله شاهد يعني تحب انت كان كلنا نحب العراق. حدو 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 مختصر الكلام قاعد يكون هاي بشهادة مختصر الكلام قلت لك العراق اكبر من كل المسميات واكبر من كل واحد والعراقي تاج على كل واحد. فاحنا ما نريد ندخل بسين وجين. الله يجازي اللي حكي والعراقي يبقى كبير. طبعا الحمد لله والشكر. كريستين يا الأريد يا أخي هم مقهورين من العراق مقهورين. إيه والله وضع مقهورين صقالهم العراق.
كابتن ضحكتك هاي مقهورين؟ كل اللي ضحكتنا مان مقهورين. اخوي اكو 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 فيديو بعدين انزل لك اياه. فيديو خرب ضحك. يلا حد صلاة صلاة حد صلاة. يلا هسه الصلاة بعد كابتن. تحياتنا لكم وكانت أمسية معاكم جدا جميلة. نلقاكم إن شاء الله عقب باكر التحدي الجديد مع عقب باكر مو باكر عقب باكر عقب باكر مو